And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارك راي كيو 8. واليوم شنو أفضل دك نلعب الفورمات هذا؟ شنو هالفورمات الجديد؟ الفورمات عن تغير عندنا بشكل جذري مع وجود شاينينج ليجند وكريمزن انفيجن وقريبا سنة مون 5 اللي هو بريزم، تمام؟ فصار عندنا في تغيير جذري بالفورمات خاصة مع وجود زوروارك جي اكس، تمام؟ فاللي صار في ممفيس ريجنال هو اللي راح نمشي عليه، لان اتوقع كل البطولات الجايه راح تمشي على اساس ممفيس ريجنال، خاصه ان ممفيس ريجنال كان في 1000 مشارك مو شويه، 1000 مشارك تاخذ يعني جريب ناشونالز انت قاعد تتكلم. فممفيس ريجنال راح يعطيك على قولتهم شيء قوي. زين تمام، فعلى طول خلينا ندش بموضوعنا دايركت. شنو افضل دكات حاليا التير 1؟ من اللي مبين عندنا 3 دكات تير 1 عندنا: زوروارك لايك الروك، تمام، اللي هو شكل 30%، وبوزوان لايك الروك اللي هو شكل 25%، وعندنا زوروارك جوليسيباد، تمام. زوروارك جوليسيباد وزوروارك لايك الروك انا اشوفهم تقريبا يعني كفء في القوة، لان جوليسيباد يكونتر لايك الروك ولايك الروك يكونتر زوروارك، فهي طريقته كذي. فأتوقع هذول الثلاث دكات هم اللي شكلون التير 1 عندنا. أتوقع طاح لي، فأنت إذا بتلعب تير 1 أتوقع هذول الثلاثة حاليا هم اللي ماسكين الفورمات. بعدين ننزل عندنا إلى تير 1.5 اللي هم جارد اوف وار وجوليسيباد جاربدور. هذول الاثنين هم ماسكين التير 1.5. مارنا بنستعيل نطلع جارد اوف وار من تير 1، فعشان شي حطيناه 1.5 لأن في أي لحظة ممكن جارد اوف وار إنه يوصل، تمام. بعدين في تير 2 عندنا اللي هم جرينينجا، فولكانيون، جاربدور، درامبا، و ديسجي واي زوروارك. هذول احنا عندنا اللي هم العلقوتهم التير 2 في الفورمات مالنا. بس ما قاعد نشوف احنا افضل دكات عندنا في الفورمات هذا اللي هم جوليسباد زوروارك وجلس وزوروارك لايكن روك وبازول لايكن روك، تمام. شنو اختار؟ انا الحين راح احدد لك اساس الاختيار على اي اساس تختار، تمام. اذا تبي تلعب دك يحتاج ذكاء، يحتاج يعني شغل وتفكير، زوروارك لانك الروك وزوروارك جوليسيبود هذول الفاريشن اللي يحتاجون يعني تفكير ولعب وتكتكه. بازول اذا تبي تاخذ دك ترتاح تلعب ما تفكر وايد روح بازول. بازول وايد سهل تلعب فيه، الدك وايد كونسيستنت، الدك يعطيك اداء ما راح تتصوره. فانا معاكم في يعني بازول احنا قلنا انه مو زين في البدايه واخطانا فيها. ليش؟ انا حسبالي في البدايه انه بازول راح يكون ستب دك، يعني حشحن الانرجيز بعدين طق وايد دامج. طلع العكس، بازول هو اجريسيف، بازول هو اكسبلوسيف دك. في البدايه هو يفجر في انرجي واحد، هو يبدي يطق ويطشر البيسكس، خاصه الكومبو مع ريجي روك اللي يعطيك 10، ومع سترونج انرجي تقدر تطيح 60 بوكيمونات 60 اللي هم البيسكس اللي هم اغلب الفورمات يمشي عليهم. فبوزول وعنده الجي اكس اتاك مالته اللي يعطيك على قولتهم الايرلي اكسبلوجن، فتقدر تاكل ضدك بسرعه قبل هو يسوي السيت اب ماله. ف وخاصه اتش بي 190 يعني من الاتش بيات المحترمه في الفورمات هذا. افضل 180، اذا اتش بي 180 ما راح يقايش كثر ما انه 190 يفرق وايد. العشرة هذه الاتش بي تفرق مع جارد اوف وار، تفرق مع درامبا، تفرق مع كل ما تشوف ضدك، تمام. فباختصار اذا تبي شيء سهل عندك زوروارك، واذا تبي شيء اذا تبي شيء يعني تاكتيك وتفكير اكثر كونسيستنسي مليون روح زوروارك فاريشن اللي هو زوروارك لايكن روك زوروارك جوليسيباد. تبي شو اسمه تلعب لا دك سهل دك كونسيستنت كروته سهله اللي هو بازول لايكن روك جي اكس. عندنا التير 1.5 اللي هم جوليسيباد جاربدور وجاردفوار، هذول اللي الحين ما ابي اطلعهم من التير 1 لكن انه ما تندرى. هذا من اللي اشوفه، واتوقع كل الريجنالات الجايه راح تمشي على ممفيس، وخلينا نشوف في المستقبل ان شاء الله. ما نبي ناخذ يعني قرار نهائي، لكن هذول. والروغ عندنا الروغ درامبا جارب نزل روغ، فولكانيون روغ، جرينجا بريك روغ، في كابول روغ، ديساجيو زورو روغ اللي هم كلهم راح نحطهم تير 2 مع بعض شيء شكه واحده. فيه بعضهم تير 2.5 3، لكن نحطهم تير بوينت كلهم تير 2 نسهل على نفسنا العمليه، تمام. فيعني ان
هذا الفورمات الجديد وانا متحمس حق هالفورمات. ما نبي جاردفوار، ما نبي جاربدور، معلش انا مره بجاربدور لكن ما ابي اشوف جاربدور الحين، نبي يعني خلاص نبي دكات فرش، نبي شيء جديد، نبي تفكير، نبي شغلات حلوه تمام. فهذول الدكات اللي وصلوا التوب 8 عندنا هذول اللي هم يمكن وصلوا كم دك زوروارك، 1 2 3 4 5 دكات زوروارك، دكين بوزول ودك قال لي سبات جاربدور. انا يوم شفته شيء عيني طلعت، ما الذي يحدث، ما هذا الذي يحصل امامنا، تغيير جذري في الفورمات تمام. فانت نفس ما قاعد تشوفون التوب 8 من 1000 واحد، هذول من 1000 طلعوا لك الصفوه الثمانيه، هم اللي قاعد يمشي عليهم الفورمات على ما اتوقع، لان ممفيس ريجنال فيه 1000 لاعب، هذه شريحه تاخذ منها معلومات ممتازه جدا. يعني على العاده الريجنالات 200 300 اقل ساعات يوصل 500، بس ممفيس 1000 وصل. شوف ماسترز اتندنس 1000، فهني قاعد نتكلم عن عدد محترم حق شريحه. وين نشوف الدكات اللي وصلوا عقب داي 1؟ عندنا الدك الغريب هذا فينيسور شاينينج ليز جينيسكت، هذا حق داي 1، وشي واشي زوكي تري هوبا يعني في دكات ديجنرت وصلت داي 1. عموما احنا دائما حشينا على النهائي داي 2 اللي هو هذا التوب كات توب 8، هني تاخذ المعلومات الصافيه جدا. من داي 1 توب تاخذ الروج الامور هذه، شلون اللي قدر يزرق، فشيء طيب. ننزل حق البروفايلات سريع، هذا الدك اللي فاز البطوله مال بارامات، مال بارامات ان شاء الله مو وجهي مغطي، لا وجهي مو مغطي. نفس ما قاعد تشوفون هو فكرته نفس زروار جليزيبود. هو الفكره انا على ما اظن، وهذه نظريه مني، الناس ما عرفوا يسوون زوروارك لانكين روك، بس يوم شافوا لستة تورد اللي هو زوروارك جلسيبود، شالوا جلسيبود حطوا لانكين روك اشتغلت تمام. فعشان كذي الناس لانكين روك بدأ يصير قوي لانه يكونتر زوروارك تمام، وستيل جلسيبود يكونتر لانكين روك، بس ان انت المين مالك زوروارك، فانت تكونتر المين ما تكونتر السايد. فثلاثة فليلي 4 بازل اوف تايم، 3 شويس باند، هذول الامور هذه، واحدة مال واثنين جوزما. هو اثنين جوزما لان لايك الروك يعطيك جوزما افكت. من الكروت اللي حلوه اللي قاعد اشوفهم اللي هما انرجي لوتو. انرجي لوتو ليش حلوه بهالدك؟ تقدر تلعب انديجر، تلعب واحده بازل اوف تايم، طلع لك هذا، طلع لك السترونج انرجي، تلعب انرجي لوتو تيبها، تلعب اذا انت انديجر تلعب مالو تيب لك سترونج انرجي. فيعني انرجي لوتو نوت بعد تشويس. وعندنا مالتي سويتش، مالتي سويتش عشان لا ألف افكتها، فخلنا ندور على سريع مالتي سويتش تي سي جي تمام. غارديانز رايتنج رايزنج بالانجليزي يا مرسي، خلكم معاي في هذه. اوكي مالتي سويتش، موف ان انرجي فروم وان اوف يور بنش توك بوكيمون تو ان اكتيف، تقدر تحط سبيشال انرجي تغير، فانت فجاه تقدر تسوي شيفت في الانرجي بوقت الاتاك تمام. وخاصه هو وين الذكاء يصير، تحط سترونج انرجي على لايك الروك ميد نايت، بعدين تحرك الدي سي اي، بعدين تحطه اكتف، تحرك الدي سي اي من زوروارك لايك الروك ميد نايت وطق فيه. بس خلينا نتاكد لايك الروك جي اكس، خلينا نتاكد من الاتاك كوست عشان ما يكون مؤلف الكومبو من مخي. احنا نبي ميد نايت. ها ايوه اي شفت الكوست معاي، الكوست بالضبط 1 فايتنج ودبل كيلرز. فالفكره شنو، تحط سترونج انرجي تخليها، بعدين وانت قاعد تلعب طبعا تقدر تجيب مالو والامور هذه او بازل اوف تايم، تجيب المالتي سويتش، تجدم اللايك الروك، تحط السترونج انرجي وتلعب مالتي سويتش، تشيل الدي سي اي من زورو وارك تحطها على لايك الروك، فصار عندك اتاكر. فشي شيء ممتاز جدا، يعني الكومبو حد عجبني، الدك بيلدينج يصير انترستنج، عشان شيء انا حاب الفورمات هذا تمام. نرجع مره ثانيه، بعدين عندنا اللي هو جوليس بوت جاربدور ستاندرد، اللي يحبون ستيل جوليس بوت جاربدور. يعني شوف شال تراش لانش جاربدور وانا مستغرب، يعني تراش لانش هو الكاونتر لك بس ما ادري، وحط هيفي بول عشان يقدر يسرج جاربدور، يسرج جوليس بوت. ما يعني ما ادري شلون وصل، معناته ان البايلوت هذا حد ممتاز، واحد من يوتو ايفولوشن، فقال انا ما ابي تراش لانشي كاونتر، لان الفورمات هذا فورمات سبورترز خاصه مع تابو ليلي، ما حد يلعب ايتمز عشان يجيب بوكيموناته. فقال خلاص انا عندي ميوتو ايفولوشن هو اللي كاونتر لي انت يا بوزول او اي شيء فايتنج او اي شيء ساكي كويكنس. فعشان كذي قال خلاص ابي اركز على جاربو توكسن واروح كل سبوت. فالفكرتها بالعكس انا اشوفها ممتازه جدا تمام. بعدين بوزول لايك الروك،
نفس ما قاعد تشوفون. وشوف مالتي سويتش موجودة على أساس نفس الأفكار هذه، إنه يحرك إنرجي وقت اللي يبي، مو شرط يسوي أتاتش من إيده. يعني شنو الفكرة؟ تحط إنرجي وراء، وخاصة ماكس إلكسر، تحط وان إنرجي أتاتش ماكس إلكسر، بعدين الوقت اللي أنت تبطق أتاك بوزول دائما تخلي وان إنرجي عليه عشان غاردفار والأمور هذه، وما تسوي إنفست على بوكيمون. تسيبه قدام شو اسمه وتحرك إنرجي وتحط إنرجي من إيدك، صاروا ثلاثة بوم. تاك البلا في شكلك، مش تفصل انت بقول ايه طقيت. فجدا جدا يعني الدك بيلدينج يصير وايد انترستينج. فبزول لانكر راك والامور هذه، هذا كان على قولتهم تشطيب سريع جدا جدا على الفورمات الحالي. ان شاء الله ما اكون طولت عليكم. باختصار شديد، الدكات تلعبهم المتا التير 1 زورا وارك فاريشنز وبازول. الأصعب والأذكى واللي يحتاج كونسستنسي والأمور هذه زورو وارك، الأسهل والباور تدمير تفجير بوزول. يعني على حسب أنت شنو البلاي ستايل مالك. صدقني إذا لعبت بوزول ما حد راح يقول عنك غبي، بس لقى يقول كل دكلة بلاي ستايل ماله معين، عرفت شلون؟ ففي هذه أنت يعني صار عندنا فورمات جديد، يعني انولد عصر جديد من الفورمات. وهذا كان الفيديو معانا، كوع لي اللايك والسبسكرايب ودارك راي كيو 8 سايننج. زين الكويتيين يعلكم الماح ان شاء الله.